رمضان إلى اليوم يعد موسما للدراما العربية والسورية، لكنها اليوم شبه غائبة عن الساحة. نعم، أزمة متلاحقة ضربت صناعة الدراما لتتوج هذا العام بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا. وقفة مع الدراما السورية في رمضان 2020 في شوسر. حجر صحي ودعوات للبقاء في المنازل، بالإضافة إلى رمضان، عوامل تفتح شهية السوريين لمتابعة المسلسلات العالمية والسورية أيضاً، لما تملكه الأخيرة من ألفة تتسرب إلى موائد إفطارهم، خاصة من اغترب منهم ويجدحه الحنين في هذا الشهر. بينما يسهل الوصول إلى مسلسلات عالمية حصدت شهرة واسعة وتمتاز بجودة الحبكة وحرفية التصوير، صدم متابعو الدراما السورية هذا العام بتدهور الإنتاج، حيث وصل ثمانية مسلسلات فقط إلى شاشات العرض بصعوبة بالغة. معاملات معقدة تستلزمها طلوات التصوير في دمشق تعثر نية المنتجين بدخول سوق صناعة الدراما السورية، لتأتي الميزانية المنخفضة وتأخر الدفعات ومنع التعامل بالدولار وإغلاق شركات الإنتاج التي تبرم عقودا به، كضربة إضافية أضيفت إليها أزمة الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي العام المترافق مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا والعالم. من جهتها تلعب صعوبة تصريف المنتج الدرامي السوري دورا رئيسيا في انخفاض الإنتاج، ما يدفع صناع الدراما للتوجه إلى الأعمال المشتركة التي تعتمد على تصدير نجوم سوريين من الصف الأول ليكونوا عكازا تنجو به شركات الإنتاج من الانهيار، ناهيك عن المشكلات الرقابية السياسية التي تفرض شكلا معينا للنص يعتمد السياسة الإعلامية للنظام، مما يقلص كمية الإنتاج ويوسع الهوة بين الدراما من جهة وواقع المواطن السوري الذي يعاني ظروفا أمنية واجتماعية واقتصادية سيئة منذ سنوات. هل ترمم الدراما السورية هذه الفجوة في السنوات المقبلة، أم أننا اليوم نشهد نهاية حقبة تألقها بشكل جاد؟ صار وقت رحب بمشاهدينا اللي انضموا لنا عبر البث المباشر على صفحة تلفزيون سوري على الفيسبوك، وأيضا شاركونا برأيكم بإنتاج الدراما السورية برمضان لهذا العام، وأيضا شو عم تشوفوا مسلسلات. أكيد لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. سينضم إلينا عبد الرحمن الدندشي مقدم برنامج حمصود مساء الخير، وأيضا فارس الذهبي كاتب سيناريو ومخرج سوري، مساء الخير أهلا بكما. عبد الرحمن رح أبدأ معك، شو رأيك بالدراما أو باللي شفته لحد هلأ؟ أول شيء مساء الخير وكل عام وانتم بخير يا رب، وينعاد على الجميع بالصحة والعافية والله يتقبل طاعات الجميع. بخصوص الدراما السورية لحد هلأ للأسف يعني المستوى ما تحسن عن السنوات المضت، أو فينا نقول لحد اللي حضرناه أو عديناه لحد اليوم. بس يعني في ناس كتير عم تقول إنه صحيح الإنتاج قليل، ولكن في نوعية بالإنتاج، خاصة الشيء المشترك أو إنتاجات خارجية عم تكون. هلأ الشيء المشترك نحن ما بعرف قديش فينا نقول إنه هو دراما سورية، نظراً لشركات الإنتاج هي مانا سورية بالغالب بتكون، بس بيكون البطل سوري. أي نعم ممكن مثلاً في مسلسل لمكسيم خليل اسمه أولاد آدم، يعني متفائلين فيه خير، بس الباقي لا، تقريبا نفس القصص نفس السيناريوهات. عبد الرحمن يبدو انقطع الصوت شوي، ما عم نقدر نسمعك، ممكن نرجع نعاود الاتصال فيك حتى نسمعك بشكل افضل، لانه الصوت عم يتقطع كثير. ممكن انتقل الاستاذ فارس لبين ما رجعت. استاذ فارس بمسي عليك من جديد ورمضان كريم. كثير اليوم في اسباب عم يطرحوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين اليوم عن كثب للدراما السوريه، هل كورونا هو الذريعه ام هي فعلا هيك وضع الدراما السوريه هو ضعيف من البدايه؟ رمضان كريم عليكم وشكرا للاستضافة. طبعا ما في شيء تغير يعني بين هاي السنة والسنوات السابقة، حتى نقول نحن انه في شيء ممكن يكون عامل طفرة نوعية بالدراما السورية. لا في حرية زادت، لا في لاجئين رجعوا، لا في فنانين عادوا، لا في تكاتف فني. الأزمة نفسها المستمرة اللي عم تعصف في البلد صار لها من 2011 عم تنعكس بشكل واضح وصريح كمان على الفن عموما بشكل اشكاله، وعلى الدراما السوريه بشكل اساسي، يعني بالمسرح بالسينما بالفن التشكيلي بالكتابه بالازمه الى اخره. لكن بالدراما الوضع هو استنساخ حقيقه من 2011
لليوم هو نحن عم ننسخ بعضنا، يعني طبعا شوي اخف الموضوع من حيث انه الدراما بطلت مهووسين بانه روايه النظام عن المجزره السنوات. بذات السياق أستاذ فارس، اليوم كتير في كان جدل يعني من قبل المتابعين عن المسلسلات اللي عم بيكون أبطالها هم ممثلين سوريين من الطرفين، من الطرف اللي أظهر ولاءه للنظام وأيضا من الطرف المعارض عم بيكونوا مجتمعين بالعمل نفسه. صحيح هذا الكلام صحيح، لكن نحن أبدا إطلاقا بعد 10 سنين أزمة والثورة وإلى آخره ما فينا نجي نلوم الناس. الوضع الاقتصادي كتير صعب، اللي عم يشتغلوا هن حكماً عم يشتغلوا برات سوريا، بس هي مهنتهم بالأخير، ما في عندهم أي مصدر رزق آخر يقدروا يشتغلوا فيه مشان يأكلوا ويعيشوا. اللي احنا فينا نلومهم في حال رجعوا على سوريا، لأن الرجعة على سوريا هي يعني مصالحة مع النظام بشكل الأشكال وتقديم تنازلات. لكن الشغل بمسلسلات يعني أنا آسف أقول هي قصص حب وطلاق وغرام وانتقام آخره، هذا هو محض عمل وبزنس صرف لا يعني أي شيء. أكيد هو هو إنتاج وعدد كبير من المسلسلات يعني عم تروح بهذا السياق. عبد الرحمن، في مسلسل جوكر تم منع عرضه، يمكن لو نعرض هذا المسلسل كان راح يعمل لك يعني مادة دسمة تقدر تشتغل عليها بحمصود. برأيك شو سبب المنع؟ هل هو لأنه مثلا كتير دموي المسلسل، في مشاهد عنف سرقة وغيرها؟ لا إطلاقاً، المسلسل تم منعه لأنه هو عم يحكي عن جريمة قتل وتجارة بالحشيش داخل حرم جامعي معين. اللي صار إنه طلع اللوجو تبع هاي الجامعة، فوزير التعليم اشتكى عن الموضوع إنه كيف بيطلع لوجو الجامعة تبعنا، فمنشان ما يصير ترويج تشهير يعني ممكن يصير. أيوة تماماً تماماً. وغير هيك طلع على السوشيال ميديا كتير قصص بخصوص إنه النص تبع مشكلة بالنص انه مأخوذ من كاتب تاني ومنسوب لواحد تاني، ففي قصص بالمحاكم على هو علمي حد اليوم. هو اكثر من مخرجين يمكن كمان اشتغلوا على هالمسلسل، فلهالشيء كمان كان سبب بفشله. صحيح صحيح صحيح. هلا بالنسبه لطمنا عن حمصود يعني لاحقا، قله المسلسلات ممكن تاثر على الانتاجيه في هذا البرنامج؟ ما تقدر هلا بشكل عام؟ اي نعم، نحن اول ما سمعنا بقرار انه توقف التصوير بسبب كورونا حطينا ايدنا على قلبنا لا هذا اخر شيء كنا احنا بنتوقعه، لانه البرنامج قايم على المسلسلات. بس هلا بشكل عام في مسلسلات عربيه مستمره، بس اي نعم اقل انتاجا. مثلا بلبنان كمان وقف التصوير، بمصر في بعض المسلسلات وقف تصويرها، حيأثر هلا ايه برمضان، ولكن بعد رمضان لانه كله هلا رجع يصور. هلا طلع قرار بسوريا انه يرجع يصوروا، وبلبنان هلا هذا الموضوع ما يتناقش، فبعد رمضان حتنفك الازمه تبع البرنامج. حقيقة حتى المتابعين هلأ حمصود أو عفوا عبد الرحمن، كثير من المتابعين هلأ على اللايف عم تقول أنه من 10 سنين نحن ما تابعنا دراما سورية إلا ما ندر، يمكن بينعدوا على أصابع اليد الواحدة. غدا نلتقي، قلم حمر العراب إلى آخره. هذا عصام ذاكر هذا التعليق وذاكر المسلسلات اللي كانت أحب على قلبه. أستاذ فارس، يعني كيف اليوم فعلا دراما ممكن تحقق توازن بأنه يكون نقل للواقع وبنفس الوقت ما يقعوا بفخ أول شيء ممكن مثل بعض المسلسلات اللي شفنا في فيها تطبيع، فيها تحريض إلى آخره على العنف والسياسة وإلى ما هنالك؟ حقيقة نقل الواقع هو اللي حيكون شغلة كتير صعبة بالدراما السورية. كل المسلسلات اللي عم تنعرض هلأ حاليا هي تماما منفصلة انفصال كامل عن الواقع، هي عم تحكي قصص ما لها علاقة بالأرض السورية نهائيا، عم تحكي قصص حب، قصص عالم مستقرة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا الشيء اطلاقا غير متوفر في الارض السوريه نهائيا. للاسف الشديد الدراما السوريه حقيقه بحاجه لشغل كثير كبير لتاهيل اعاده تاهيل مواضيعها مثل ما تفضلتي، لنقدر نتجاوز العنف، نتجاوز التحريض، نحكي عن مواضيع تعايش سلمي، تعايش اهلي الى اخره، لكن هذا الموضوع كله مرتبط ومتعلق تماما بالحل السياسي اللي منتظرينه الشعب السوري كله، لانه لا يمكن انه نقبل كشعب سوري يكون في
دراما عم تحكي عن تعايش وعن صلح وعدالة وقضاء مستقل وحياة اجتماعية موجودة بشوارع المدن السورية، ونص الشعب السوري عايش برات بلاده ويدعي انه هو مظلوم ويحس بقهر ما. وبالتالي المواضيع كلها متشابكة، لأن الدراما هي مرآة بشكل من الأشكال، هي مرآة للناس، مرآة للمجتمع، وهذا المجتمع تعبان، هذا المجتمع مريض وبحاجة لعلاج. يجب أن نعالج المجتمع أولا ثم ننتقل إلى الدراما الصحيحة. عبد الرحمن، بالنسبة لتصريف أو تسويق الدراما السورية، دائما المنتجين عم يشتكوا من هي النقطة بالذات، وعم يقولوا أنه السوق شوي ضعيف بالنسبة للدراما السورية، وخاصة هلأ يعني صار في مسلسلات مشتركة، فعم يضطروا يجيبوا ممثلين لبنانيين لحتى يقدروا يسوقوا على اسمهم مثلا، وبالنهاية بيكون أغلب النجوم هن سوريين والكاتب والمخرج السوري، ولكن يسوق المسلسل على أنه مسلسل لبناني. إذا ممكن نحكي على هي النقطة. هلا بخصوص المسلسلات السوريه، مثل ما قال الاستاذ فراس، هو مشكله النصوص. يعني لحد اليوم اغلب المسلسلات السوريه اللي عم تطلع هي من وجهه نظر النظام عن الشيء اللي صاير بسوريا باخر 10 سنين، والشعب مل من هذا السيناريو، مل من هذا السكريبت، انه نفسه، واغلب الشعب يعني قاعد حاضر عم يشوف شو عم يصير بسوريا، ان كان موالي ان كان معارض، يعني اغلب الشعب عارفان شو اللي عم يصير، شو هي الطبخه، فالعالم ملت من هاي السيناريوهات. هلا اذا انت عم تعمل مسلسل بيحمل واحد من هاي السيناريوهات بدك توجهه للشعب العربي بشكل عام، كمان صعب، لانه كمان الشعب العربي بيعرف شو اللي صاير، ما انك متحكم انت بالاعلام تبعه. فعما يضطروا انه يحكوا اي سيناريو بعيد عن هذا الموضوع، ان كان حب ان كان غرام ان كان مدري كيف، بس مشان يطلع. هلا بخصوص انه المسلسل اللي يكون لبناني سوري سوري لبناني، صراحه ما عندي مشكله بهذا الموضوع. يعني أقل ما يمكن فينا نقول إن الدراما كسرت موضوع القوميات العربية وخلته شيء عربي عام. يعني بتمنى إنه فكرة إنه نجتمع كذا دولي على عمل واحد ما بس بالدراما تكون شغلات تانية، بس للأسف أغلب الشيء اللي هلأ عم يتسوق هو شيء يا متكرر كتير. يعني أغلب المسلسلات المشتركة هي عبارة عن مسلسلات تركية نجحت نحن ترجمناها، مع العلم أنه نفس المسلسل ممكن يكون مدبلج ومعروض عنا. طيب عبد الرحمن، كل رمضان الناس بتنتظر القنبلة تبعت المسلسل اللي بده يكون له علاقة بالبيئة الشامية، باب الحارة أو غيره من المسلسلات اللي كتير لاقت نقد يعني اليوم بالشارع السوري. هاي السنة هل في تراجع لهذا النوع من الأعمال برأيك؟ طبعا. هلا بخصوص بنرجع للشارع السوري، الشارع السوري خالص انه اكتفى من هذا الموضوع، اكتفى من انه البيئه الشاميه. يوم من الايام حبوها كباب الحاره جزء واحد جزء اثنين، ما حدا بينكر كانوا مسلسلات مهمه، هدول الجزئين كانوا شيء مهم، بس بعدين على وقت قلب الموضوع بس تجاره، بس بدهم قنوات يشترون، ونفس السكريبت ضربتني قلعتني، والشعب يعني اغلب العالم انه ضد هاي الافكار. يعني خلص حاجه تروجوا لنا هيك، صارت العالم يعني مع اكتفاء من هذا الموضوع وغير هيك هن صاروا ضده، يعني فما عاد حدا راغب لهي الاعمال. ولكن الموضوع لساته مستمر، في انتاج اعمال شاميه هاي السنه، حتى يعني هذيك السنه كان احنا في عندنا بابين حرم، باب واحد، وهلا هاي السنه ما في باب الحرم بسبب الكورونا. ربما يكون بعد رمضان او رمضان الجاي، هو على ما اعتقد تصور نص المسلسل بس ما تصور بشكل كامل. طيب يعني خلينا نحكي شوي عن الوصفة اللي ممكن تعيد قلق الدراما. في ناس شافت مثلا الموسم السابق كان في مسافة أمان أنه هو ممكن يعيد قلق الدراما، أما مثلا الموسم اللي قبله كان في مسلسل الندم مثلا أيضا كثير الناس تفائلت فيه. خليني وجه السؤال لفارس وأيضا بدي أسمع جواب عبد الرحمن. أستاذ فارس، شو رأيك بالوصفة اللي ممكن تعيد قلق الدراما؟ حقيقة هي الوصفة اللي ممكن تعيد قلق الدراما هي برأيي هي نقطة واحدة، لا ما في غيرها، هي تكاتف الطرفين، الطرف اللي منسي خارج سوريا، الطرف الغير معترف فيه، الطرف اللي هاجر من سوريا لأسباب سياسية، تكاتفه مع الواقع، مع الأطراف اللي جوات سوريا، وإعادة لم شمل الفريق الفني نفسه في أعمال مشتركة. هذا الموضوع هو أكبر من موضوع منتج أو موضوع دراما سورية، هذا موضوع سياسي. غير هيك الدراما السورية ستبقى تدور
حول مواضيع ما لها علاقه. انا ما بتفق معك بالمسلسل مسافه امان، بعتقد لا هذا 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 ما رايي، هذا راي كثير ناس يعني، وكثير انحكى على السوشيال ميديا انه مسافه امان فيه شيء من الحميميه وقادر انه يرجع فعلا قلق الدراما او البيئه الشاميه الحديثه خلينا نقول. صحيح صحيح، لكن ياسر العظمي يعني مثلا، ياسر العظمي هو اللي حقيقه الناس اللي بتشتاق له برمضان. ياسر العظمي ما بيقدر يشتغل هلا لانه الوضع الشائع، لانه التصوير بسوريا مستحيل، هو اشبه بحاله ما فيك تسال عن مسلسلات تتعلق بالبيئه الشاميه، لانه كل البيئه الشاميه اللي عم تتصور هلا حاليا عم تتصور اغلبها طبعا يعني عم تتصور بدبي، عم تتصور بابو ظبي، فهي بعيدة أساسا عن المجتمع السوري. صحيح. خلينا بس نسمع أيضا سريعا جواب عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. يعني أنا مؤيد بشكل كبير للأستاذ فارس، نحن عندنا كثير عالم على سبيل المثال تكتب سكريبت أو سيناريوهات ما أنا موجودة حاليا في سوريا، أو ما أنا عم يتخذ السكريبتات تبعها، يلي عم يكتب السكريبتات حاليا هنا بس عم يكتبوا بغرض سياسي معين مشان يوافق عليه المنتج الفلاني، لانه المنتج الفلاني بالبرلمان فرح يحب هذا الموضوع مشان المنتج الفلاني يبيض صورته قدام فلان وفلان، فعم يتم انتاج موافقه على هيك سكريبتات. وهي السكريبتات مثل ما وضحت انه الشعب السوري خالص يعني رفضها، ما عاد يتقبلها. نحن عندنا مشكله كثير كبيره بالسكريبتات، ما حدا بينكر انه نحن عندنا ممثلين مهمين، ما حدا بينكر عندنا مخرجين مهمين، ولكن للاسف بهالعشر سنين انقسموا السوريين نصين، بقي شوي بسوريا شوي برا، اللي برا ما انه معترف عليه من جوا. غير هيك لازم سكريبت يشمل كل السوريين، يعني يطلع بيشبه الشعب السوري، ما بيطلع ما مثلا ما نص الشعب السوري يحس انه لا نحن ما لنا هيك، والنص الثاني ايوه نعم يحس حاله مقصي من العمل. تماما تماما. يعني ما بتقدر الطالب اللي برات سوريا انه يتابع مسلسل عم يتم انتاجه داخل سوريا بالوقت الحالي. ويمكن هذا الشيء من اكثر الشغلات صعوبه اليوم اللي عم تواجه الدراما السوريه مثل ما ذكرت ضيوفنا. تعليق اخير من عندك استاذ فارس، يعني ماذا تتوقع مستقبل الدراما السوريه وخاصه لجيل الشباب الجديد اليوم اللي عم ينشا بدول الخارج وعم يحاول فعلا انه يكون عنده ملكات ابداعيه ليقدر يعمل شيء للمستقبل؟ حقيقة أنا الجيل الجديد، الجيل اللي عم ينمو هلا بالعشر سنين الأخيرة، أنا بحزن عليه وبأسف عليه، لأنه حقيقة هو جهد ضائع، ما حيقدروا يقدموا حالهم بوضع صحي وسليم إلا بعد سنوات حقيقة، ليكون فعلا الجسم الفني السوري سليم ويقدر يرجع يضخ دم ويضخ حكايات ويضخ صدق. الدراما السورية امتازت ونجحت بفكرة أساسية إنه هي قدمت صدق للناس. صحيح. وهذا الشيء اللي افتقدته هلا بالسنوات الاخيره، مشان هيك الجيل الجديد هذا المفروض انه يضل يصلح حاله حاليا بتمارين، بتدريب، بعلم، بثقافه، ريثما يقدر الجو في مساحه له. نعم، بدنا نشكرك كاتب السيناريو والمخرج السوري فارس الذهبي، شكرا لك، وايضا مقدم برنامج حمصود عبد الرحمن دندشي، شكرا. شكرا لكم ضيوفنا، وشكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقه اليوم. بذكركم انه بتقدروا تزوروا موقعنا على الانترنت syria.tv وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام. شوفونا بكره، الى اللقاء. الى اللقاء.